كنت أود أن أسمع ردا من الذين رصبوا أنفسهم حماة للإسلام، ولكن مثل هذا يطعن في الإسلام ويقول في الإسلام بغير علم ولا يرد عليه أحد. لو أن أحدا اعتدى على راقصة أو ممثل بكلمة لقامت الدنيا، لقامت القيامة، وآزفت الآزفة، ووقعت الواقعة. أما الإسلام فيعتدى عليه من الذين كتبوا في شهادات الميلاد مسلمين، وفي شهادات الوفيات مسلمين، وهم لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه. همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، إذا رأوك حسدوك، وإذا تواروا عنه مغتابوك. السنة عندهم بدعة، والبدعة عندهم سنة. لا يصلون لله إلا في شهر رمضان. لنا مع الحبيب محمد عودة، لنا مع الحبيب محمد عودة لنناقش الحبيب بورقيبة. وفرق بين الحبيب محمد وبين العدو بورقيبة، لنا مع ذلك عودة لنناقش القضية الثانية